جا زلزال اخويا ما عرفنا باش تبلينا، طاح لي على رجلي على راسه. ها هو دابا كاين في السبيطار. يلا خيطوا لي، يلا داروا لي سكانير، هو راه باقي تما باقي ما خرج علينا. لا العائله الحمد لله غير راجلي. مركز مركز باقي ما عرفنا كل شيء، راه بتنا حنا هنا بتنا في السبيطار فهم زميز مع الخمسة الصباح جينا لهنا. بالنسبة للراجل ديالك شنو الحالة ديالو؟ مضروب في راسه كان، جاتو هذيك اللي جرة فوق راسو وقطقطع عليه. ايوا لا لا هادشي اللي كاين اخويا. جيت انا من جهة سيدي عبد الله غياط النواحية ديال مراكش. البارح اخويا انا مشيت للخدمة لا سيكيريتي، تعيطوا ليا ولقيت بنتي الكبيرة مضروبة في الراس. ما سيدي غياط النواحي ديال سيدي غياط، خدمت انا في لا سيكيريتي بالليل، عيطوا ليا وانا نمشي ولقيتها مضروبه في الرجل وفي الراس، والناس كاع خارجين على برا، حتى واحد ما كاينش في ما السكن العشوائي. وجبناها دروك راه من الصباح وحنا هنا. شنو الحاله ديالها؟ الحاله ديالها الراس مضروبه في الراس، دروك تيدوزوا ليها قال لك السكانير وما تيخليوش جوج يدخلوا، دخلت غير الام ديالها انا قالوا لي لا. كيفاش عشتو هذوك؟ اسيدي راه داكشي اش غادي نقول لك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، الله يدير شي تاويل ديال الخير. الناس تكرفصات والله الا تكرفصات بالله. علاش؟ حيت حنا حتى حنا راه ما مزيانينش. علاش الله تبارك وتعالى عطانا انذار؟ علاش باش نراجعوا نفوسنا. حنا بالنسبه للمستعجلات تلقينا مرضى يعني متفاوتي الخطوره، كاين اللي مجروح، كاين اللي مضروب، كاين اللي فاقد الوعي، كاين اللي خاصو تدخلات يعني الجراحه، كاين اللي خاصو فقط العنايه وبعض الادويه. يعني حنا كنحاولوا نقللوا من الخواطر لهاد المرضى اللي جاوا من جهه مراكش اسفي، اللي جاوا بزاف من اقليم الحوز، باش نحاولوا نقصوا عليهم شويه ديال المعاناه ونحاولوا نقدوا ما يمكن انقاذه من ان نديروا التدخلات المستعجله ديال الاخوان الممرضين والاخوان الاطباء تحت الارشادات والتعليمات الساميه لصاحب الجلالة. لا من اجل نعطي واحد العنايه واحد الاولويه لهاد المرضى باش نحاولوا نقللوا عليهم ونحاولوا نقدوا ما يمكن انقاذهم. كاينين اصابات في الراس، كاينين اصابات على صعيد العمود الفقري، كاينين اصابات على صعيد اليد الايدي والارجل، وكاين اصابات اللي طفيفه، وكاين الاصابات اللي متوسطه، وكاين الاصابات اللي خطوره كتستدعي يعني عنايه مرايه كازا وتدخل يعني شويه يعني عالي الجوده. الاطقم الطبيه والتمريضيه الحمد لله راه الاخوان الاطباء والاخوان الممرضين راه دايرين اكثر من الجهد ديالهم باش يقدموا واحد المجموعه ديال الخدمات اللي كتقدر تدير تدخل اللي هو استعجالي وتدخل يعني اللي غيكون في صالح المرضى، وتحاول تعبئ جميع الخبرات ديالها الطبيه والخبرات التمريضيه باش تعطي خدمات ممتازه للمرضى. كنوزعوا الماء، كنوزعوا الاكل، كنوزعوا اي حاجه قدرنا الله عليها الا راه حنا كنوزعوها متواجدين هنا، لان كما كتشوف الناس مكرفصين، الناس ما لاقينش ما يشربوا، ما لاقينش ما ياكلوا، الا كان شي مساعدات باش نساعدوهم لداخل نساعدوهم. كنا في مركز تحقق الدم توا، وكذلك عيطنا لجمعيه نساء مراكش كلها متواجده، منها بتعطي الدم، منها بتساعد اللي قدرها الله عليه. كنعيطوا لي تريتور، كنشكرهم من هذا الجانب، لي تريتور اللي متواجدين في مراكش راه كلهم ساعدوا، لا بالماء ديالهم ولا بالكراسه ديالهم ولا بكل شيء. السلطه وكذلك كتشتغل، الحمد لله بلادنا راه باقي فيها الخير ومعاونين مع بعضياتنا ولله الحمد. من الصباح حنا هنايا، من الصباح حنا هنا متواجدين. يعني هذا استنفار ديال المجتمع المدني. الحمد لله على ما لاحظت المجتمع المدني كله حاضر هنايا في لا في مركز تحقن الدم ولا في المستعجلات ديال محمد السادس.